دي مسألة بروجكتايل مشهورة جدا، بتيجي في الامتحانات كتير، وحلها بقانونين بس، قانونين فقط. بيقول لك a bomb is located near the edge of the platform، ماشي، nozzle at a charges water، يعني النقطة دي عند النقطة كده في مية هتنزل دلوقتي بسرعة 8، يبقى سرعة المية اللي نازلة دي 8، ونازلة يعني دي اللي هي دي بزاوية كام؟ 60 مع محور اكس. determine the range of height، عايز يعرف ال height اللي هيخلي المية دي تنزل في البي سي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ادي البروجكتايل اهو، في نقط ميه ايه هتنزل، الارتفاع بتاع البروجكتايل ده عن سطح الارض علشان الميه دي تنزل بالظبط في الاناء ده مثلا، يعني هل يا ترى الارتفاع يبقى كده 6 متر مثلا او 3 متر او 2 متر، ولا هيبقى مثلا متر، ولا هيبقى نص متر، ولا هيبقى كام؟ ده البروجكتايل اهو، الارتفاع ده كام؟ ده هو ده اللي بيسأله. يعني السوستة دي هتنزل قد ايه علشان المية دي تدخل في المكان ده؟ السوستة دي هتنزل قد ايه عشان المية تدخل ما بين نقطة B وما بين نقطة C؟ فما بين احنا قلنا السوستة هتنزل قد ايه، انا بتكلم على H نود، يبقى بيتعامل مع قانون في محور واي. بس قبل ما احل المساله بالطريقه دي اقول ايه؟ اقول الاتي: القانون الاولاني في محور اكس، فاقول فور اكس دايركشن، نشوف المسافات بتاعه الاكس دايركشن. اكس دايركشن القانون بتاعي بيقول ايه؟ الار بتساوي الفي نود في محور اكس تي، R بتساوي في نود X في محور T، السرعة والزمن. طب T بتساوي ايه؟ هتساوي R على في نود X. طيب هيطلع قيمة بال في نود X محور في محور X، اد السرعة تحليلها في محور X، زاوية ايه بكل بساطة؟ دي محور اكس ودي محور واي، فبالتالي 8 في محور اكس يبقى 8 كوزين 60، يبقى ار على 8 كوزين 60. 8 كوزين 60 يعني بتساوي ار على 4، يبقى اذا التي بتساوي ار على 4. ودي مهمة جدا لان احنا هنستخدم الدالة دي في محور واي علشان نجيب الارتفاع، هنستخدم الدالة دي في محور واي عشان نجيب الايه؟ الارتفاع اللي هو عايزه، لان برضو محور واي فيه تي، المعادلة بتاعته فيها تي. طيب في يعني دالة في زمن يعني. تمام، في محور واي ايه القانون بتاع محور واي؟ بيقول الاتي، بيقول طبعا بما ان السوستة دي هتنزل تحت، فاذا الارتفاع اللي انا هجيبه ده بقى بالسالب، سالب نود، سالب اتش نود بتساوي في نود ساين الفا نود تي ناقص نص جي عدد الجاذبية تي سكوير. تمام كده، ده القانون. طيب سالب اتش نوت بيساوي الفينوت ساين الفا بكام؟ الفينوت بتمانية، ساين الفا يعني تمانية ساين ستين، تمانية ساين ستين في تي ناقص نص جي بكام؟ تسعة وتمانية من عشر مضروبة في تي سكوير. تمام، دلوقتي في معادلة واي او الارتفاع اتلاقيت ان في تي. طب هو هل هو مديلك زمن في المعادلة؟
مش مديني زمن في المعادلة. طب انا احلها ازاي؟ احلها هو انا اشيل التي واحط مكانها المعادلة اللي انا جبتها اللي هي بتساوي ار على الاربعة. يبقى انا اقول الاتي: سالب اتش نوت بيساوي 8 ساين 60 بكام؟ ساين 60 زي ما هي اهي، خليها دلوقتي في ار على 4. شلت التي وحطيت ار على 4، شلت التي دي وحطيت مكانها ار على 4، ناقص نص في 9.8 حاجة الجاذبية في التي تربيع اللي هي ار على 4 سكوير. كده انا جبت الارتفاع دالة في الار وليس دالة في الزمن. بكل بساطة لو بصيت على المسألة هتلاقي ان دي الار الاولانية، والار التانية عند نقطة سي هي 6 زائد 2 يعني ب8. يبقى دي الار الاولانية اللي هي 6 وار التانية بتساوي 8. كل اللي هتعمله مرة هتعوض مرة بالار ب6 ومرة هتعوض الار مرة ب8، وهجيب الارتفاع الاولاني واجيب الارتفاع التاني اللي عنده المية دي هتدخل ما بين نقطة بي وسي. هتقول الاتي: 8 ساين 60 مضروبة في الار بكام؟ ب6 اللي هو اللي قلناها الاولاني على 4 اللي هي دي، ناقص نص 9.8 جاذبية في 6 على 4 كل سكوير. تمام، اذا كده مفيش اي مجهول في المعادلة. لو حلتها تساوي سالب اتش نوت بيساوي، هتلاقيه بيساوي كام؟ سالب 5.74. سوري، لا هيساوي سالب 6.10 32، سالب 6.10. يبقى اذا الاتش اللي انت عايزها اتش نود هيساوي 6.10، وهو ده الارتفاع الاولاني، وهو ده الارتفاع الاولاني. طب الارتفاع التاني هيساوي كام؟ الارتفاع التاني يبقى هاخد الايه؟ الار ب8. يبقى احنا مرة خدناها ب6 ومرة هناخدها بايه؟ ب8. نفس المعادلة، هتشيل الار وتحط 8، المعادلة دي هتشيل كل ار وتحط 8، هيطلع لك الاتش نود بتساوي سالب اتش نود بيساوي 5.74. يعني الاتش نود بتساوي كام؟ اتش نود بتساوي 5.74، وده الارتفاع التاني اللي عنده الميه تنزل، الميه تنزل في الايه؟ ما بين بين وسي. الارتفاع بقى اذا الارتفاع محصور ما بين القيمتين دول، ما بين اصغر منها بيساوي اصغر منها بيساوي، ما بين القيمه دي أكبر منها يساوي 6.3 2، وأصغر منها يساوي 5.74، وهو ده الارتفاع اللي عنده المية هتنزل جوه البي سي، أكبر من 6.10 وأصغر من إيه؟ 5.10. لو طلع بره المعادلة دي مش المية هتبعد عن النقطة، يعني كده هو هنا مثلا وادي النقطة، هو مثلا في النقطة دي ما بين 6.10 وما بين 5.7، وهو ده الارتفاع لو كان عايزه. تمام تمام هي فكرة المسألة انك هتشيل الزمن وتعوض بيه بمعادلة في الـ R اللي هي الأولانية دي. الـ R بتساوي V نوت X T، قلت T بتساوي R على V نوت X في محور X، وأما حللت السرعة في اتجاه X طلعت 8 كوزين 60، وفي محور Y 8 سين 60، في محور X 8 كوزين 60، يبقى 8 على R على 8 كوزين 60 يعني R على 4، يبقى T بتساوي R على 4. خدت المعادلة دي وكتبت القانون بتاع محور Y،
لإيجاد الارتفاع بتاع السوستة دي، قلت سالب اتش نو بيساوي في نوت ساين نفس القانون ده اهو. شلت كل التي اللي في القانون وعوضت مكانها بايه؟ بار على الاربعة، تمام. وعوضت مرة الار بستة، بعد كده عوضت الرينج يعني مرة بستة ومرة بتمانية، هيطلع لي معوض بستة هيطلع لي برقم، ومعوض بتمانية هيطلع لي برقم. يبقى اذا الاتش اللي هو عايزها ما بين الرقم الاولاني وما بين الرقم التاني. وشكرا.